أهلا بكم، معكم نورس علي، ونستمر مع موضوعنا. موضوع Next.js، موضوع اليوم هو أن نقوم بإكمال Logout Functionality، وأيضا علينا أن نقوم بالشيء الثاني، وهو ما هو أن نحمي كل الصفحات باللوج إن. بمعنى آخر، إذا ذهب الشخص إلى لوح التحكم لم يسجل الدخول، فعليه أن أوجهه لتسجيل الدخول، وبعد أن يسجل الخروج أريد أيضا أن أوجهه لتسجيل الدخول، وبعد أن يسجل الدخول عليه أن أوجهه للصفحة الرئيسية. ماذا يعني كل هذا؟ فلنطبق. فإذا بداية لدي هذا الموضوع، هذه الملفات، سأذهب إلى الأوث هنا وأقوم بإنشاء مجلد اسمه لوج أوت، ومن اللوج أوت سأنتج ملف اسمه بيج. فبداية دعونا ننشئ لوج أوت، وثم من لوج أوت سنقوم بإنشاء بيج دوت جي اس. طبعا من بيج دوت جي اس سأكتب export default function هنا و لوج أوت بيج، جيد. وهنا سنقوم بماذا؟ سنقوم أعتقد بإرسال نفس الشيء الموجود بلوج إن بيج. فدعونا نقوم بنسخ لوج إن بيج ولصقها هنا، جيد. فإذا هنا سنكتب بدلا من صفحة لوج أوت لوج إن لوج أوت بيج. بالطبع سأغلق صفحة اللوج إن، والآن نحن في صفحة اللوج أوت. هنا لا نحتاج فعليا الفورم. فما هو الشيء الذي سنكتبه؟ بداية سنضيف H1 للصفحة. هذه H1 سنضع فيها مسج مثلا log out heading أو title، وسنجلب المسجز من هنا، messages، وسنذهب إلى authenticated messages. فإذن اسمها log out heading، فيمكن أن نضيفها هنا log out heading، ونسمي هذه الصفحة تسجيل الخروج، جيد. فها هي فقط، لا أكثر من ذلك. سنكمل، لكن قبل الإكمال أريد فعليا أن نذهب إلى هنا. فإذا ها هو بالفعل تسجيل الخروج. فإذا ممتاز، نجحت العملية. لكن الآن علينا أن نقوم بإنشاء شيء آخر. هنا فعليا أريد أن أعطي المستخدم، هل أنت متأكد من تسجيل الخروج؟ يعني بدلا من log out heading تسجيل الخروج، سأكتب هنا شيء آخر مثلا، هل أنت متأكد من تسجيل الخروج؟ يعني بدلا أن يسجل الخروج بشكل يعني وهو لا يدري، نحن نؤكد له أن هل تريد فعليا تسجيل الخروج. وبعد ذلك سنقوم بإضافة هنا link، طبعا سنجلبه من next link. فإذا هنا import link from next link، وهنا سنقول له هل أنت متأكد؟ فإذا كان غير متأكد يمكن أن يقول cancel أو إلغاء، الآن سنضيفها. وإذا كان غير متأكد فنحن فعليا نريد أن نعود إلى صفحة الرئيسية. فإذا هنا لدينا هذه الhref، طبعا هنا يجب أن أضيف cancel هنا، و هي عبارة عن إلغاء. فإذا لنرى كيف يبدو ذلك. فإذا نلاحظ إلغاء، مجرد أن نقوم بالنقر على إلغاء يفترض أن يعود لصفحة تسجيل يعني الصفحة هنا. طبعا هو فعليا مسجل، تظهر هذه له تسجيل الدخول لأنه غير مسجل الدخول. فدعونا نكتب هنا اسمي فواحد واحد، والآن فإذا تحديث يفترض الآن أن يظهر له هذه هي تسجيل الخروج. إذا قمت بتسجيل الخروج، هل أنت متأكد إلغاء؟ إذا كان متأكد فعليا فبالتالي هنا سنكتب confirm، وسنكتب نعم سجل الخروج مثلا. فهنا سنقوم بفعليا يمكن أن نضيف هكذا اللينك ونقول نعم confirm، وبالتالي هنا سيظهر لدينا هنا سجل الخروج، نعم سجل الخروج. يمكن أن نقوم بذلك، لكن فعليا خاصية تسجيل الخروج ستكون فيها، لاحظوا كيف نفكر بالموضوع، يجب، هذا هو المتصفح، نحن قمنا بحفظ تسجيل الدخول بالمتصفح، والمتصفح من جهة الكلاينت، فنحن قمنا بحفظ هذا في المتصفح فعليا في الكوكيز، في HTTP only cookie صحيح، لكن هي الآن موجودة أيضا في المتصفح هنا، فنحن نريد أن نحذفها من هنا، تسجيل الخروج أن نحذفها من هنا أيضا. فكيف نحذفها من هنا؟
علينا أيضا أن نقوم بشيء ما بفانكشناليتي معينة من هنا من المتصفح. بالتالي أنا أقول من هنا، من أين يعني من هنا؟ يعني من الكلاينت، يعني من المتصفح من الكلاينت. فعلي أن أقوم بإنشاء كومبوننت كلاينت تجعلني أستطيع أن أمسح هذا من هنا. طبعا هذه الكومبوننت الكلاينت لا يمكن أن تكون هنا لأن هذه هي صفحة سيرفر، فبالتالي أنا سأقوم بإنشاء هنا كومبوننت اسمها لوج أوت بوتن، هكذا اسمها لوج أوت. الآن سأنشئ هذه الكومبوننت، وهنا بكل بساطة سأقوم بجلب هذه الكومبوننت. فده هنا سأكتب لوج أوت بوتن هكذا وانتهينا. لكن هذا لم يتم إنشاءها، سأحفظ لكن هذا لم يتم إنشاءها. سأقوم بنسخ هذا هنا جيد، وأذهب لهذه وأقوم بإنشاء هذه الكومبوننت. فذا اسمها لوج أوت بوتن جي اس، أنسخ ما أنسخه ما لصقته بالسابق، وهنا سأقوم بتسمية لوج أوت بوتن هنا، وهذا سأمسحه وهذا سأمسحه وهذا سأمسحه، واللوج أوت بوتن هنا سيكون هو عبارة عن زر عادي. فذا هنا سيكون زر عادي، وهنا أيضا أقوم بإغلاقه. سنضيف له مسج، هذه المسج ستكون confirm على الحذف. طبعا لا نحتاج اللينك، لا نحتاج الستايل، المسج سنبقيها، الكومبوننت سنحذفها، والمسجز سيكون مكانها هكذا بالنسبة لهذه الكومبوننت. أيضا هنا بالنسبة للبطن هنا سنكتب on click، وسنكتب هنا handle log out. وهنا هذه المسج أقوم بإنشاء هذه الـ handle log out، هذه الكومبوننت مرة أخرى هي use client، فعليه الآن بعد قليل أن أجعلها use client. فإذا أول شيء سأقوم بمنع السلوك الافتراضي لهذا الزر، وأكتب console.log logged out جيد. وفي الأعلى هذه client component سأكتب هنا use client. نلاحظوا فإذا هذه هي الزر الذي لدينا هنا، وهذه هي البيج. فإذا لنرى النتيجة على أرض الواقع، ما الذي الشيء الذي حدث. بكل بساطة سأقوم بالتحديث. فإذا الآن أنت متأكد إلغاء سيذهب للصفحة الرئيسية، سجل الخروج، نعم لاحظوا سيكتب هنا log out. فإذا أنا فعليا لاحظوا أعزائي نجحت في المهمة، نجحت في هذه المهمة بنجاح، لكن الشيء الذي تبقى سجل الخروج. ما الشيء الذي سيحدث عند تسجيل الخروج؟ عند تسجيل الخروج هذه الكوكيز التي تم حفظها هنا يجب أن يتم حذفها أو يجب أن يجعلها expire. فكيف ذلك؟ بكل بساطة بنفس طريقة اللوجن API. فإذا اللوجن دعنا نقوم ب عرض الملفات كهكذا. بالنسبة للوجن اللوجن كان له صفحة وأيضا له API route، وهذا اللوجن route يقوم بالتأكد من تسجيل الدخول. باللوج أوت أيضا سننشئ route بنفس الطريقة، وهدف هذا الroute عندما يتم النقر عليه أن يتم حذف الكوكيز. فإذا لنقوم بذلك، فإذا هنا سأقوم make directory باللوج أوت اسمه API جيد. فإذا لنرى tree الآن، وأيضا سأقوم بكوبي اللوجن API route، سأقوم بكوبي له ب اللوج اوت اي بي اي. فلنلاحظوا الان ما الشيء الذي سيحدث لدينا. الان لدينا اللوجن اي بي اي راوت، لدينا ايضا لوج اوت اي بي اي راوت. فاذا الان نذهب لهذا الراوت ولنرى ما الشيء الذي يمكن ان نضيفه لللوج اوت اي بي اي راوت. واضح فعليا انا قمت بنسخ لصق، لكن لا داعي لكل هذا. فبكل بساطة فقط لا أحتاج اليوزرز هنا، وهذا كله لا داعي له أبدا، هذا كله ليس له داعي جيد. بالنسبة للريكوست أيضا ليس له داعي. سأجعل log out هو get method، يمكن أن أجعلها post method لا مشكلة، get أو post أي شيء. وهنا سأجلب الكوكيز التي لدي، وسأحذف الكوكيز التي اسمها logged in user. فإذا عدت إلى هنا متصفح، فإذا ما اسم الكوكيز؟ اسمها logged in user، وهذا الشيء الذي أريد فعليا أن أحذفه. وبعد عملية الحذف فأنا أريد أن أقوم بالnext response طبعا بالجيسون، لأنني أعيد جيسون، وأعتقد return هكذا خطأ return، وهذا
سأعيد مسج سأكتب you logged out successfully. جيد، فإذا ممتاز انتهينا. طيب الآن أصبح لدي هذا الراوت موجود هنا. الآن ما علي إلا أن أطلبه من الكومبوننت اللوج أوت. فإذا هنا بدلا من console.log علي أن أقوم بفتش للنقطة التي أريدها التي هي authentication log out للـ API. طبعا هذا هي عبارة عن async function لأنني سأقوم بـ await، والميثود هي get فلا داعي أن أحددها وفقط، فأعتقد هكذا فقط. فإذا الآن لو قمت أنا لاحظوا ما زال لدي هنا، لكن لو قمت نعم سجل الخروج لاحظوا اختفت من هنا فعليا، وإذا قمت أنا أيضا بالتحديث لاحظوا سيعود لصفحة سيعود لتسجيل الدخول هنا لأنه غير مسجل، لأن هنا لا يوجد كوكيز اسمها logged in user. فإذا نجحت المهمة، بقي شيء واحد قبل أن نغلق هذا الملف، هو أن عندما يتم تسجيل الخروج أنا أريد أن أحول لماذا؟ أحول لتسجيل الدخول، يعني إذا أراد أن يقوم بالتحويل لذلك. فهناك عدة طرق لهذا الموضوع. الطريقة النيتف، وأنا نقول نيتف يعني الشيء بجافا سكريبت، يعني أينما ذهبت بجافا سكريبت هذه الطريقة موجودة، ليس لها علاقة فقط بنكس ورياكت. في أي مكان، أي مكان جافا سكريبت، أن تقوم مثلا تكتب href، تغير href وتكتب هنا مثلا auth log n. جيد، فإذا بهذه الطريقة تحول بالطريقة النيتف. طبعا بالرغم أن هذه طريقة يعني بدائية وعادية جدا وهي أساسية، لكن أنا أفضلها دائما لأنها تشمل على التحديثات التي نحتاجها فعليا في الصفحة. فإذا قمت الآن بسجل تسجيل الخروج لاحظوا سيعود لصفحة تسجيل الدخول مع التحديث، مع لاحظوا حدث نوع من الريلود للصفحة. فإذا سجل الخروج لاحظوا حدث نوع من ريلود للصفحة. ممتاز. أما الطريقة الثانية هي طريقة نيكس جي اس باستخدام يوز راوتر. فبنيكس الجديدة طبعا أنت إذا كنت مع تعرف نيكس جي اس تعرف يوز راوتر، بنيكس جي اس الجديدة يجب أن تقوم باستيرادها من نيكس نافيجيشن. وهنا في الأدنى تكتب أو بداية عليك أن تكتب هكذا، أن تجلب الراوتر من يوز راوتر هكذا رياكت هوك يتم التعامل معها. فإذا هنا تكتب راوتر دوت بوش هكذا و auth log n وانتهينا. جيد، فإذا الآن لو قمنا بتجربة ذلك مجددا، عفوا أنا عدت للوج n. فإذا إذا قمت أنا بتسجيل الخروج لاحظوا سينتقل إلى تسجيل الدخول بشكل انسيابي حقا، لكن لن يتم تحديث الصفحة بشكل انسيابي. هذا لن تتحدث، هذا في الشريط العلوي في الأعلى لن يتحدث. يعني مثلا قمت مثلا كتابة مرة أخرى سجلت الدخول، فإذا الآن أنا مسجل الدخول لاحظوا ها هي، وقم بالذهاب وقم بالتحديث سيظهر لي تسجيل الخروج. إذا هب تسجيل الخروج راقبوا الشريط العلوي تسجيل الخروج، نعم سجل الخروج، لاحظوا ما زال هذا موجود لكن أنا فعليا لست مسجل الدخول. فلهذا الموضوع يمكن أن نستخدم الطريقة النيتف السابقة أو نقطع هذه الطريقة ونكتب هكذا window location reload لتحديث الصفحة. فإذا الآن الذي سيحدث هو التالي، مرة أخرى دعونا نسجل الدخول باسم علي mail.com 111. جيد، فإذا الآن إذا قمت أنا بتحديث لم يسجل الدخول، لماذا؟ فإذا لنرى لم يسجل الدخول، فإذا علي أعتقد كلمة المرور كانت خاطئة. فإذا الآن نعم الآن سجل الدخول. إذا ذهبت لتحديث الصفحة ستظهر تسجيل الخروج، ذهبت تسجيل الخروج. فإذا الآن راقبوا، سأنقرع إلى هذا وراقبوا في الأعلى سيتم تحديثه. فإذا سجل الخروج تم تحديثه. جيد، فإذا انتهينا من هذه النقطة بشكل ممتاز. الآن الفكرة رقم 2، عندما أقوم بتسجيل الدخول أنا فعليا أريد الذهاب لماذا؟ لصفحة لوحة التحكم، صحيح؟ فأين يتم ذلك فعليا؟ أين يتم معالجة هذا؟ يتم معالجة هذا بالكومبوننت لوج إن فورم، صحيح؟ فإذا لنذهب إليه. فإذا هنا هذه الأب سنذهب إلى كومبوننت لوج إن فورم. هنا
عندما يتم تسجيل الدخول بنجاح، هنا نجاح، لاحظوا، فنحن نريد فعليا أن نحول لصفحة الداشبورد، فإذا سنكتب location href، وفعليا مرة أخرى هنا هنا يمكنني أن أستخدم الراوتر الذي استخدمته قبل قليل باللوج أوت، لكن أحتاج أيضا أن أحدث الصفحة، فأنا يعني أختصر الوقت، أستخدم طريقة النيتف، طريقة جيدة، سأذهب لصفحة الارتكلز أو ربما أذهب للصفحة الرئيسية. فإذا الآن لو عدت أنا لهنا وقمت بكتابة مثلا علا @mail.com وثم 333، هذه كلمة سر علا، فإذا لاحظوا تم التحويل إلى هذه الصفحة. إذا قمت بتسجيل الخروج، نعم سجل الخروج، فعليا سيعود لصفحة اللوجن. فإذا هذا شيء انسيابي جدا، هذا شيء جميل جدا. الخطوة الأخيرة لفيديو اليوم هي فعليا نوعا ما بسيطة. الآن نحن بلوج إن، لكن حتى لو ذهبت لي عفوا حتى لو ذهبت للوحة التحكم سيذهب إليها، حتى لو ذهبت كل المقالات سيذهب إليها، وأنا لم أسجل الدخول. تعديل نفس الشيء، عرض نفس الشيء، أنا لم أسجل الدخول لكن هو يذهب في كل مكان. أريد حماية هذا بلوج إن، فكيف أحميها؟ بكل بساطة سأذهب إلى ملف اللاي أوت، وهنا بملف اللاي أوت لاحظوا نحن حصلنا على اللوج إن من الكوكيز، إذا كانت الكوكيز موجودة فهذا لوج إن وهنا لوج إن. الآن أنا أريد أن تلاحظوا ما الشيء الذي سأكتبه، سأكتب إذا كان لوج إن أو إز لوج إن فأعرض الـ children. إذا لم يكن logged in is not logged in فأنا أريد فعليا أن يعرض لي ماذا؟ أن يعرض لي الفورم login form. فإذا سأذهب فعليا لصفحة الـ auth login page وأجلب هذه الديف. فإذا لم يكن logged in فعليا فأنا أريد أن أعرض هذه طبعا الـ login يجب أن أجلب هذا بالأعلى، فإذا لنجلبه سأضعه هنا. فإذا بداية الستايلز سأغير مسارها فقط، والكومبوننت سأغير مسارها فقط، جيد. فإذا الشيء الذي سيحدث هنا فعليا أن إذا لم يكن مسجل الدخول فأعرض له اللوجين فورم، غير ذلك أعرض له كل الصفحات. وبهذه الطريقة البسيطة جدا 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 استطعت أن أحمي صفحاتي بالداشبورد باللوجين. طيب الآن مرة أخرى سأحدث، سأذهب لوحة التحكم، لاحظوا أنا لست مسجل الدخول، كل المقالات كلما أذهب لمكان يعرض لي هذا المسار، لكن فعليا الشيء الذي يقوم بالريندر له هو اللوج إن. مثلا إذا ذهب إلى هنا إدت واحد سيذهب لهذا المسار فعليا، لكن سيعرض له اللوج إن. طيب مجرد أن أكتب مثلا لوج إن فالشيء الذي سيحدث سيحولني للصفحة، والآن يمكنني أن أقوم بكل شيء. طبعاً اللوجد إن هنا يوجد بداخله هنا هذه المعلومات، لاحظوا أنا نورس وها هي نورس، وأيضاً إذا قمت بتسجيل الخروج سيتم مسح هذا، سجل الخروج، نعم سجل الخروج، فسيتم فعلياً تسجيل الخروج، لاحظوا فذا ممتاز جداً. فإذا إذا لم يكن مسجل الدخول في أي صفحة سيذهب إليها سيعرض له فورم اللوجين، غير ذلك سيعرض له يعني سيعرض له الصفحة المراد عليها. طبعا الآن بقي فكرة وحيدة أريد التحدث عنها، انتهيت أنا من شرح اليوم، لكن فكرة غذاء للعقل يعني بخصوص موضوع تسجيل الدخول. الفكرة هي أن طيب أنت تقولين أنت قمت بحساب اللوجد إن من خلال الكوكيز، قلت إذا كان هنالك value هنا فبالتالي يعني إذا كان لدينا value هنا فيعني اليوزر مسجل، غير ذلك لا، هل هذا فعلا يعني شيء رائع؟ هل هذا فعلا شيء آمن؟ هل هذا فعلا شيء صحيح؟ مبدئيا هو صحيح آمن دقيق، لا، السبب هو أن هنا لدينا هذه الكوكيز. الفكرة ليس فقط أن لدي كوكيز أو ليس لدي لوجد إن أو ليس لدي لوجد إن، لدي قيمة لوجد إن أو ليس لدي قيمة لوجد إن، هذه ببساطة. لكن الفكرة الأساسية هي أن هل المعلومات الموجودة هنا، يعني الآن إذا قمت بلوجد إن مجددا، فهل هذه المعلومات الموجودة هنا المحفوظة هنا
هل هذه المعلومات فعلا صحيحة؟ هل هذه المعلومات أنا أقوم ب approved لها أو أوافق عليها من جهة السيرفر؟ حاليا لا، لا يوجد أي طريقة أتأكد أن هذه المعلومات فعلا موافق عليها من جهة السيرفر. هذه فقط أشياء بدائية. فإذا نقطة الحماية القادمة يجب أن تكون أن نقوم بجنريت لتوكن أو شيء معين يتم حفظه هنا، التوكن يتم حفظه هنا، لكن أنا أتأكد أن هذا التوكن صحيح أم لا من جهة السيرفر. ففي كل مرة يتم فيها أحد هذه الطلبات، السيرفر يتأكد هل هذا فعليا تم تسجيل دخوله، هل هذا فعليا يقوم بتقديم لي معلومات صحيحة أم لا. لكن نحن كما قلت نبدأ بالتدريج، نحن نتدرج بالمعلومات، نفهم أساسيات الأمور. هذا الشيء الذي فعلا أريد التبشير به هو أساسيات الأمور، لأن إذا فهمت الأساس يمكنك يعني تطبيق هذا الأساس في كل تقنية تستخدمها. فتقنية تسجيل الدخول أو طريقة تسجيل الدخول لا تختلف بنكس عن PHP، لا تختلف عن بايثون، نفس الفكرة، كل الأفكار نفسها، كيفية بناء فانكشناليتي تسجيل الدخول، بناء فانكشناليتي تسجيل الخروج، أين يتم حفظ تسجيل الدخول، كيف يتم التأكد أن هذا صحيح، كيف يتم جنريت توكن، هذا كله في كل مكان نفسه. فبالتالي نحن نركز على الأساس باستخدام ونطبقه باستخدام تقنية React Next JS. أوكي، واضح. ففي الفيديو القادم ربما نبدأ بجنريت توكن، أو ربما نبدأ بالتخلص من الأري وبناء باك اند حقيقية وليس أداة، ربما database، لا نعلم. أخبروني آراءكم بمنشور Next.js الموجود في صندوق الوصف. اذهبوا للمنشور، أنتم لا تعلقون، أعتقد أنكم لا تتابعون أو غير مهتمون، لكن لا مشكلة، هذه الفيديوهات مستمرة لأي شخص مهتم بالتعلم. وكما وعدتكم سننهي هذا التطبيق، لن أترككم معلقين، يعني سننهي التطبيق بكافة معلوماته، سنبني لوحة تحكم يمكن استخدامها في الواقع في الحقيقة نفسها، سنبنيها إن شاء الله، وسيكون لديكم الكود حتى تستخدمونها أو تبنوا عليها تطورونها كما تريدون. فإذا مرة أخرى شكرا لمتابعتكم، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.